الكلام على مختصر منهاج السنة النبوية اختصارا، أيضا لن نطيل في هذا الباب، لكنه رد على الخبيث. تعلمون الرافض عداوتهم لأبي بكر وعمر عداوة ضارية، وهم يتواصلون كل صباح يقولون بأن يعني اليوم لا يكون مباركا عندهم إلا بلعن الصنمين. فهم يتعلمون في أبي بكر ويتعلمون في عمر بن الخطاب، يتعلمون في الصحابة الكرام، يكفرون أبي بكر ويكفرون عمر، وكما قلنا يكفرون أبي بكر وعمر رضي الله عنه. يا رب احشرنا أبي بكر وعمر، يعني لما إذا أرادوا أن يسبوا أحدا كما قال، يعني أرادوا سبي أكثر من مرة في التلفزيون، فقالوا لي أنت، قالوا لي أنت شبه عمر. وهل هذه يعني هينة؟ الحمد لله والشكر لله. يعني هنا الكلام قبل انتقالي إلى الطعن في عمر من 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 كثير ما نقلنا عنه في الطعن في أبي بكر، يقول هنا: طعن الرافضية على أبي بكر بعدم توريث فاطمة التي جاءت تطالب بميراث أبيها من فدك وخيبر. وتنوعت الكلمات، تنوعت عندما قالت له: يا أبا بكر، من إن مت من الذي يرثك؟ تكلمنا أم عمر، تكلمنا على أول يوم حصل، تكلمنا وقلنا ولي الأمر يجب عليه أن 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 يدافع عن عرض النبي صلى الله عليه وسلم بعرضه وعرض أولاده وعرض أهله وعرض عماله وعرض رعيته، وكلنا صف نكون صفا واحدا معه. يقول هذا الرافضي الخبيث، يعني يتكلم عن أبي بكر أنه لم يورث فاطمة إرثها. وإيش إرث فاطمة؟ وإيش إرث فاطمة رضي الله عنها وأرضاها؟ قال: من فدك وخيبر. قال الرافضي الخبيث: وخالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم في توريث بنت النبي صلى الله عليه وسلم، ومنعها فدكا، وتسمى بخليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم غير أن يستخلفه. عليكم السلام ورحمة وبركاته. والجواب في ذلك: ما الميراث؟ يعني ما الميراث الذي لفاطمة ومنعه أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه؟ ما الميراث؟ هي جاءت وقالت له: يا أبا بكر، لو مت من يرثك؟ قال: أولادي. قالت: إذن أنا أرث أبي، إذن أنا أرث أبي. فطلبت بسهم النبي صلى الله عليه وسلم في فدك وخيبر، فنظر إليها أبو بكر رضي الله عنه، والصحابة متواجدون متوافقون متوافرون. ولو كان الأمر ليس على ما قال كما سأبين، لقام حتى علي يعترض. والله يا وفاء، جزاك الله خيرا. فلم يعترض، قام فقال لها، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن معاشر الأنبياء لنورث ما تركناه صدقة، إن معاشر الأنبياء لنورث ما تركناه صدقة. ولذلك بيّن لها أنه لا ميراث لها. فقال لها أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن معاشر الأنبياء لنورث ما تركناه صدقة. فوقفت فسمعت له، قالت: نوليك ما توليت، ومشت وهجرت أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه. قالت: نولي كما توليت، وهجرت أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه. الجميع وافقوا أبا بكر فيما قال، والجميع علموا وأقروا بأن الحق مع أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه فيما قال، وأن النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك شيئا للصدقة. الناس يقولون عاش يجمع الدنيا لأولاده، فده سد الزريعة، حسم المادة وسد الزريعة أفلوا في هذا الباب رضي الله عنه كلام سحنين. حسم المادة وسد الزريعة الباب يغلق في هذا. ما في صدقة، ما في إرث، كل ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم يكون صدقة، يوضع في الكراع، يوضع في السلاح، ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم شيئا للإرث. قال: ما تركناه صدقة. قال: إن معاشر الأنبياء لنورث ما تركنا صدقة، ما تركنا صدقة. فهجرت أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه، ويعني كان على هواها علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. والناس الحقيقة، الناس كانوا يعني إذا دخل المسجد يتألفونه لوجود فاطمة رضي الله عنها. فلما ماتت فاطمة تغيرت القلوب على علي بن أبي طالب، لأنه ما بايع إلى الآن ممالأة لفاطمة رضي الله عنها وأرضاها. والحقيقة كما قلنا بأنه ما ترك سلم شيئا من المال ليكون صدقة، وعلم علي بن أبي طالب بذلك، وعلم العباس بذلك. ولما تصارع واختلف عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرضاه، فبين عمر بن الخطاب أن النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان يفعل في الفيء، والمال الذي يأتي يعني ينفق على أهله عاما، والمال كله أذاك يرجع إلى مصالح المسلمين. نعم. ولما كان أبو بكر كان يفعل ذلك، ينفق على أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ثم الفيء يعني، ثم يضع المال في مصالح
المسلمين، وقال علي والعباس إن أردتما حملت عنكما، أنا أتصرف فيه كما تصرف فيه صاحباي، إن أردتما حملت عنكما، وإن أردتما لا خذ المال ولكن افعل فيه ما كان يفعل فيه أبو بكر أو يفعل فيه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم ما كانت تعلم، نعم فاطمة رضي الله عنها ما كانت تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما تركنا ما إن معاشر الأنبياء ما تركنا ما تركناه صدقة لا نورث، ما كانت تعلم هي رضي الله عنها وأرضاها. أما قول الرافضة باطل قطعا، كذلك ما ذكر في من فدك الخلفاء من بعد أبي بكر على هذا القول وأنه لا صدقة لا 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 إرث. وأما التسمية بخليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، المسألة ليس كل خليفة من استخلف، يعني هو لم يقول بذلك النبي لم يستخلفه، يقول كيف يتسمى بخليفة رسول الله والنبي لم يستخلفه، النبي أصلا لم يستخلفه، يقولون ذلك يعني. والصحيح الجواب من وجهين، النبي استخلفه عندما قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس، عمر قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس، مروا أبا بكر فليصلي بالناس، هذا استخلاف. قالت المرأة العجوز قالت يعني إن لم أجدك إلى من أذهب؟ قال اذهبي إلى أبي بكر، إلى أبي بكر. إذن يعني سمى نفسه خليفة كما تقول، استخلفه النبي صلى الله عليه وسلم. وإن لم يستخلفه النبي صلى الله عليه وسلم، الخليفة لا يشترط فيه أن يكون مستخلفا، الخليفة ومن خلف غيره، كما قال الله تعالى ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون. لو احتج محتج يقول ابن تيمية هنا، ولو احتج محتج بأن عليا كان يمنع المال ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه وغيره من بني هاشم، لأنه منعهم في أمر اجتهد فيه، حتى أخذ ابن عباس بعض مال البصرة وذهب به، لم يكن الجواب عن علي إلا بأنه إمام عدل قاصد للحق لا يتهم في ذلك، يعني إمام عدل ومنع ابن عباس، ورد أن هذا هو الأصح. فما قيل في علم الطالب يقال في أبي بكر، يعني أبو بكر فعل ذلك وقال لفاطمة، علي نعم فعل ذلك وقال لابن عباس ابن عمه رضي الله عنه وارضاه. لذلك قال ابن تيمية قالوا هذا الجواب في حق أبي بكر بطريق أولى والأحرى، وأبو بكر أعظم محبة لفاطمة ومراعاة لها من علي لابن عباس، وابن عباس بعلي أشبه من فاطمة بأبي بكر، فإن فضل أبي بكر على فاطمة أعظم من فضل علي على ابن عباس. طبعا أبو بكر أصلا خير هذه الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم. وأما تسميته بخليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، المسلمون سموه ذلك، وكما قلنا ليس الخليفة هو الذي استخلفه من سبقه فقط، بل وإن لم يستخلفه يسمى ذلك لأنه يخلفه، فرسول قد استخلفه نعم، وإن لم يكن يستخلفه فهو يخلفه، فالخليفة هو الذي خلف غيره وإن كان لم يستخلفه ذلك الغير، وهذا قول الجماهير، فلم يحتاج في هذا الاسم إلى الاستخلاف. ومع ذلك نقول لا، بل استخلفه النبي صلى الله عليه وسلم، استخلف أبو بكر، والدلالة على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ائتوني بكتاب أكتب لكم، لا يقول قائل أنا أحق من أبي بكر، ثم قال لا يأبى الله ويأبى المؤمنون إلا أبو بكر. شوفوا هذا كأنه تصريح، يأبى الله ويأبى المؤمنون إلا أبو بكر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اقتدوا بالذين بعدي أبو بكر وعمر، وقال يتبع أبو بكر وعمر يرشده. ثم لما جاءت الجدة تسأله فقالت إن لم أجدك، لو رجعت لك وإن لم أجدك، قال ارجع إلى أبي بكر. ولما قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس وقالوا عمر، قال إن كنا صاحب يوسف، مروا أبا بكر فليصلي بالناس، مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فهذه فيها دلالة واضحة جدا على الاتهام الباطل، على أنه لم يورث فاطمة رضي الله عنها وأرضها، وفاطمة ليس لها إرث حتى يورث، هذه الأولى، وأنه كيف يسمي نفسه خليفة ولم يستخلفه رسول الله. قلنا كذبتم، قد استخلفه رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد استخلفه رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعم، ولذلك يسمى خليفة رسول الله لأن النبي صلى الله عليه وسلم استخلفه. وإن لم يكن ففي اللغة الخليفة هو من خلف غيره وإن لم يستخلفه. يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى وانصرم، فكن ما حييت ظنينا به فظنك بالوقت عين الكرم،
وكن حلس درسك وافرح به، تكن قائدا في غد للأمم، وبادر شبابك من قبل أن يقطع عزمك سيف الهرم، ودع ما استطعت فضول اختلاط وأكل ونوم وقول يذم، وصاحب نبيلا ولا تكثرن، فكم مكثر يا أخي حرم، وحقق إذا رمت شيئا ولا تسمن بوهمك ذات الورم. رأيت العلوم وأصحابها لدى كل ذي فطرة تحترم، فإن رمت يا صاحبي رفعة بدنيا وأخرى فلذ بالقلم، وأخلص لربك واعمل بما علمت وإن تلقى فيه الألم، وصابر وثابر ولا تكسلا، فإن الهموم بقدر الهمم.